أراضي الدولي المسؤولين ما بيرضوا إلا بدهم نسبة فيها يعني. الأجار غالي والناس ما عم ترحم بعضها. هي ساعة ونص عم تيجي بالنهار والأمبير الواحد 2500 ليرة. سياً ما في كتب، ما في دفاتر مع الأسف الشديد. تأمين مادة الخبز في صعوبة جداً. ما عم تجينا المي نهائياً. رأس مالنا جرية الغاز اليوم حقها 17 دولار. ناقصنا كل شيء، أكثر من هيك بدي أحكي لك ما عاد فيني أحكي لك شيء. صرنا بجي ناسحين 5 سنين وبالنسبة لأجار الأراضي، الأراضي غالية جدا جدا، شيء لا يوصف يعني. وعم ندبر حالنا من هون من هون، ندفع كل سنة أجار، وبفضل له لأبو الأرض شوي بيصبرنا شوي فيهن. والله صرنا ناسحين حوالي 3 سنين من أول ما طلعنا، والأجار في غلا وقاعدين حوالي الضياع، عم نبيع المعونات ومنسدد اجار الاراضي والمشتكى الى الله ايش بده يطلع في الايد. يا منتدين يا منجيب معونه يا منبعث العمال يشتغلوا لنوفر اجار الارض ونعطيه لاهلها الاراضي. جمعيات او منظمات ساعدتكم بالاجار؟ ما حد ساعدنا بالاجار، لنا 3 سنين عم ندفع وما بياخذوا الا بالدولار. جربنا وما حد ناشدنا بطول. يا شباب عم ندفع اجار اراضي، يا عالم قال يا علوان جيب لكم معونات، لسه مدورين اجار اراضي. صار لنا 3 سنين في هذا الارض، وهلا بدنا اذا بدنا نضل فيها بده زياده يعني، كل ما سنه بيزود علينا الاجور. وفي عائلات منا عم بتاخذ غوص بتبيعه عشان تدفع اجور الارض. 3 سنين صار لنا قاعدين هون، الاجور نوعا ما عمودي بالاجورات اللي حوالينا مقبول، 125 دولار الدلم. قريبة على السكن ومشان الخدمات، مشان المستوصف، مشان الدكاكين، المحلات، يكون أمورنا سهلة شوي بباب المعيشة. أراضي العامة والدولية ما بيخلونا على كيفنا نشتغل فيها، هون دافعين آجار، عم ياخذوا منا آجار، الصيدلية قريبة، البلد قريب، المحلات قريبة، يعني وقاعدين بأرض خرجي ما فيها وحل. مشان نضل حوالي بعضنا قرايبين ولاد عم، الاراضي العامه كلها عم تصير مخيمات منظمه، هاي الناس عم ترفض هاي الفكره باعتبار عم يصير ما بتعرف مين جارك هونيك. اراضي الدولي المسؤولين ما بيرضوا الا بدهم نسبه فيها يعني، صراحه يعني هي يعني انه بدهم نسبه بالعمار، اذا صار عمار منظمه كفلتنا بدهم نسبه فيها، ونحن بين بعضنا يعني، وفي عائلات يعني من برا مخيمات بجوز ما نتفق نحن وياهم، لهيك باركين لحالنا يعني هوني. حقيقة يتم تحديد السعر بالاتفاق بين أهل المخيم وصاحب الأرض، هذا على الأغلب يتم المراقبة عن طريق بعد كتابة العقد بين صاحب الأرض وأهل المخيم، يتم تثبيت العقد في مكتب تنظيم المخيمات في مديرية شؤون المخيمات التابعة للوزارة. عن طريق هذا المكتب يتم مراقبة بنود العقد والاتفاق. صراحة نعمل على تخلص من ظاهرة المخيمات العشوائية عن طريق نقلها لمخيمات اسمنتية منظمة يكون فيها كافة الخدمات من بنى تحتية ومدارس ومستوصفات وما إلى ذلك.